المرمى زاموفيتش. سهلة في حارس المرمى زاموفيتش بينما هنا الجماهير بدأت تعطينا مشهد آخر، مشهد آخر لجماهير تحتفل تناسب بهذه الطريقة وتحتفل على طريقتها الخاصة بهذه الطريقة بينما حكم المباراة الآن سيد محمد عبد الله بالتأكيد يعني من شأنه أن لا تحدث هذه الأمور من على المدرجات وبالتالي يأمر بإيقاف وجود هذه الصور من على المدرجات سلامة طبعا متواجدين في أرضية الملعب اللاعبين وبالتالي ربما هي اللوائح والقوانين التي يتحدث عنها السيد محمد عبد الله بأن لا تكون هذه المناظر وهذه الصور من على المدرجات. الآن يتحدث إلى المسؤول من الملعب بطلب ومطالبة بإيقاف هذه الأمور من على المدرجات ليستمر هذا اللعب. سيعطي بالتأكيد محمد عبد الله نظرة وتقريرة في نهاية المطاف للمسؤولين وبالتالي سنشاهد ما الذي سيسفر عن هذا اللقاء. عموما لاعبي فريق نادي القوة الجوية طلبوا من لاعبيهم الخروج من أرضية الملعب وبدأت الجماهير في هذه اللحظات تطفئ هذه الأمور. ولاحظ ان هذه الشعلات وصلت الى جزء مهم من الملعب وبالتالي يعني هذا ما تحدث عنه وهذا ما طالب السيد محمد عبد الله بايقاف اللعب حتى يطمئن على هدوء الامور من على المدرج. نعم من حق اي مشجع ان يحتفل بطريقه خاصه لكن ان يحتفل بطريقه لا تؤثر على سير وأداء المباراة. هذا إن أثر سيؤثر أكثر على فريقه طبعا الذي هو الآن يضع قدما في الأدوار المتقدمة لهذه البطولة وبالتالي يعني إذا ما أتى أي قرار سلبي سيكون سلبي على مسيرة الفريق. لاحظ المدير الرياضي للفريق العراقي يطالب لاعبيه بمغادرة أرضية أو المستطيل الأكثر حتى الاطمئنان وذهب بعض اللاعبين ذوي يعني الهدوء والمكانة عند الجماهير يطالبون طبعا بأن يهدئ الأمور من على المدرج. حدث في أرضية الملعب الآن طبعا العلم العراقي ربما كان هناك في كلمات كان في هزيج ربما يعني تأثرت فيها بعثة لاعبي الفريق العراقي وتم مطالبة اللاعبين بالخروج من أرضية الملعب والآن سنرى عموما ما الذي سيحدث. هل سيستمر هذا اللقاء ام يكون هنا شرارة تشتعل؟ بعض اللاعبين غادروا ارضية الملعب تماما. سيد محمد عبد الله الان ما الذي سيتحدث عنه والذي سيقوله؟ عموما اللاعبين غادروا ارضية الملعب تماما. كنا نتحدث عن عظمة وتاريخ ومشجع يتغنى بشكل حضاري وجميل ولكن حينما تذهب الأمور إلى منحنى آخر فبالتالي علامة الاستفهام تبقى كبيرة وحينما تحدث الأمور بهذه الطريقة يكون هناك في استياء كبير جدا من المتابعين من المشاهدين في صور في بطولة كنا نتمناها أن تذهب بمباركة الرحمن إلى حب إلى ود إلى تلاحم إلى يعني عودة اللحمة العربية إلى
عودة الرياضة العربية بشكل حضاري وجميل. الآن مسألة عموما المشاورات من على ملعب المباراة إلى مدرب الفريق وأيضا عموما نترك لكم الصورة لتحكموا أنتم ما الذي حدث من على المدرجات وما الذي قاله وما الذي هتف به جماهير فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ما الذي استفز لاعبي والإدارة الفنية لفريق القوة الجوية، وما الذي قاله بعد ذلك حكم المباراة المسؤول من الملعب. هذه أمور بالتأكيد لدينا مراسلين، لدينا العديد من المنتظرين هناك في ملعب المباراة ليوافون بما حدث بشكل واضح وصريح. الآن يعني توقف اللعب أكثر من 6-7 دقائق تقريبا. شاهد التشجيع على الجهة الأخرى، كان الأمور جدا هادئة جدا جميلة، لكن الألتراس من هذه الجهة أشعل المباراة، ولع المباراة. سيد محمد عبد الله يتشاور إلى مساعدي وبالتأكيد سيتخذ قرار بعد قليل. سنشاهد الآن لاعبي فريق اتحاد العاصمة يتحدثون إلى باسم قاسم. هل سيقوم يعني حكم المباراة بإلغاء المباراة تماما؟ أعتقد ربما ستلغى المباراة أو ستنتهي هنا، لأن خلاص الجهاز الفني العراقي يغادر أرضية الملعب تماما. المباراة كانت تذهب بشكل جميل حتى نهايتها، كان الانتصار في يد الفريق الجزائري. الآن غادر تماما كل الفريق، وأعتقد يعني بعد قليل سأنتقل إلى زميلي محمد الحامد إذا لم يعني تستكمل هذه المباراة. بالتأكيد ستكون لهم كلمة في هذا الاستوديو التحليلي الذي بدأه المحللين بالتغني ومغازلة هذه البطولة ومغازلة هذه الأندية العربية ومغازلة الهدف من هذه البطولة. ولكن في نهاية المطاف في الشوط الثاني سأعود لهم بالكلمة، والكلمة بالتأكيد ستكون جدا مؤلمة جدا مريرة على ما حدث في مدرجات هذا الملعب، وما الذي جعل لاعبي فريق نادي القوة الجوية ينتهي بالمطاف لمغادرة الملعب تماما. أنتقل الآن لزميلي محمد الحامد، ربما لديهم كلمة هناك. Thank you.
كان هو الباقي حتى يعني لحظات أخيرة من المباراة موجود، لكن الآن تماما غادر أرضية الملعب. حتى يعني بعض المشجعين العراقيين من البعثة أيضا نزلت لأرضية الملعب. يعني أمور ما زالت مستمرة بهذه الشكلية، والسيد محمد عبد الله يتابع المباراة ويتحدث إلى طبعا إلى الزملاء المساعدين، وسيتخذ قرار، سينتظر طبعا حتى يعني وقت سيرى فيه طبعا ما الذي سيكون قراره بإلغاء المباراة أو بإنهاء المباراة. وبالتأكيد بعدها سيكون هناك تقرير، وبعدها سيكون هناك حديث مطول عن هذه المباراة وما الذي حدث فيه. بالتأكيد ستكون هناك عواقب رادعة. يعني فريق كان منتصر، فريق كان ذائب بشكل جميل باتجاه دور 16. جماهير تسببت في إيقاف المباراة، جماهير تسببت في إيقاع هذه الأحداث اللي حصلت. عموما ما زال حكم المباراة السيد محمد عبد الله. لكن اعتقد ان المباراة لن تكتمل، لان كل لاعبي الفريق العراقي قد غادر ارضية الملعب، وما زال لاعبي فريق نادي اتحاد العاصمة في أرضية الملعب. توقفت المباراة، فيها فريق يتقدم بهدفين مقابل شيء، كان على بعد تقريبا 25 دقيقة على نهاية المباراة. أعتقد خلاص سيعطي مهلة حكم المباراة مقدرة بزمن معين، ومن ثم لم يجد طرف آخر في أرضية الملعب سيضطر طبعا لإطلاق صافرة.